ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها هتعجبكم، بقلم الكاتبه الجميله هويدا زغلول. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. وقبل ما نبدا حكايتنا، اعرفكم على بطلتنا النهارده، واللي اسمها جنات وعندها 17 سنه، وعايشة هي وباباها وأختها نانسي لوحدهم، وأختهم الثالثة اتجوزت وسافرت برا مصر. وفي يوم كانوا قاعدين يتعشوا، اتكلمت جنات وقالت: بابا أنا رايحة النهاردة النادي. لا يا بابا، ما ينفعش تخليها تروح. إيه الظلم ده يا بابا؟ ليه تسمع كلامها؟ هو أنا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ مش لازم تتكلم، أنا أصلا عارفة إن أنت بتسمع كلام نانسي على طول. أختي الكبيرة عنك وتعرف أكتر منك، وربنا يعزك، أنت أحسن أب في الدنيا. بس مفيش مشكلة لو جنات راحت النادي مع أصحابها دلوقتي. جنات وهي بتقلد نانسي: هو ربنا يعزك، أنت أحسن أب في الدنيا. أنا رايح الشغل بقى، ابقوا كلموا أختكم سما تطمنوا عليها. أنت رايحة النادي ليه دلوقتي؟ أنا بجد مش فهماكي. وفيها إيه؟ هو مش النادي مفتوح في أي وقت؟ يلا أنا هقوم ألبس، باي. وبعد شوية كانت جنات في النادي وشافت أحمد نجم كرة السلة اللي كان عايز يرتبط بيها منشي. راحت ورا وقالت له: أستاذ أحمد لو سمحت استنى. أستاذ أحمد، هو أنت ما تدكيش في المدرسة إن أي لاعب رياضي بيتقال له كابتن مثلا؟ طب يا كابتن أحمد، ممكن كلمتين لو سمحت؟ نعم، سامعك يا جنات. هو أنت ليه بطلت ترخم عليا فجأة كده؟ استغرب أحمد سؤالها وقال: نعم. لا لا لا، مش قصدي اللي أنت فهمته، يعني حط نفسك مكاني، كان حد رخم وغلس ومطلع عينك، فجأة بقى هادي وابن ناس وكويس، والصبح لقيك في الأخبار كلها إنك واحد مش كويس. بس في حاجة بتقولي إنك مش كده. وإيه هي الحاجة دي؟ الدموع اللي دايما موجودة في عينيك، حتى لما بتكون بتضحك هي بتكون موجودة برضو. عارفة ليه بعدت عنك؟ علشان أنت فعلا ما تستهليش تتأذي مني، وأنا بأذي أي حد، مش علشان وحش، بس أنا معترف إن ده نقص جوايا. أنت يا ريت تبعدي عن جيلان بنت خالتك، لأنها مش كويسة ومش زيك. خلص كلامه وأخد شنطته ومشي بسرعة قبل دموعه ما تنزل قدامها، وهي كانت واقفة ونفسها تتكلم معاه أكتر، بس هو نهى الكلام بينهم خلاص. كانت نانسي قاعدة في الاستوديو مستنية المقابلة اللي مع المدير بتاع القناة اللي هتقدم فيها على إنها مذيعة. وبرا وقف إياد أخو أحمد بعربيته، وكان معاه منة بنت خالته، واتكلم إياد وقال: أديني وصلتك أهو، اتفضلي بقى. طب معلش بقى، تعالى ادخل معايا عشان لو حصلت حاجة. انزلي يا منة، أنا لازم أروح الشغل. هو مش أنت قلتلي إن المحاضرة بتاعتك فاضل عليها 3 ساعات؟ بليز ادخل معايا. طب انزلي هركن العربية وأجيلك، بس أكتر من نص ساعة مش هقعد. أوكي هستناك جوه. ونزلت منة ودخلت قعدت جنب نانسي، وكانت منة جميلة جدا ولبسها قصير ولايق على جسمها جدا، وكانت فارقة جدا عن نانسي اللي كانت لابسة بنطلون جينز وبلوزة طويلة ورفع شعرها الكيرلي لفوق. واتكلمت منة وقالت لها: انت جاية تقدمي على الشغل في البوفيه هنا؟ لا، انا ان شاء الله المذيعة الجديدة لقناة الراديو. سوري، بس لازم راديو، انت مش واجهة خالص علشان تبقي على التلفزيون. على فكرة انا اعرف كريم تفتيح للبشرة حلو جدا، تاخدي اسمه. انت بشرتك سمرة قوي. اتملت عيون نانسي دموع وقالت: لا ميرسي، انا بحب بشرتي كده. براحتك، بس نصيحة ليكي، يعني حاولي تغيري حبك للحاجة دي علشان السمر مش لايق عليكي. اتضايقت نانسي وقامت وجت تطلع ودموعها على وشها، بس خبطت في اياد اللي كان داخل. اياد ابتسم وقال: احلفي، انت بجد هنا ولا انا بحلم؟ نانسي مسحت دموعها وقالت: لا لا، انا مش هستحمل مرمطة كمان. اوعى تقولي انك شغال هنا، مش هتبقى كنت دكتور غلس ومطلع عيني في الجامعة واجي الاقيك هنا. يا ريت، بس شكلي كده هشتغل. جت السكرتيرة وقالت: آنسة نانسي، فؤاد بيه في انتظارك جوه. جت نانسي تمشي، بس اياد مسك ايديها وقال: هو انت لسه ما اتخطبتيش؟ سحبت ايديها منه وقالت: حاجة ما تخصكش على فكرة. ودخلت جوه، وكانت منة شايفة كل حاجة، وقربت منه وقالت: انا بقول بلاش تتعطل اكتر من كده، وروح شغلك وانا قربت ادخل. والله العظيم ما يحصل، انا قاعد هنا ومش ماشي معاكي، بس شاحن علشان موبايلي فصل شحن. وفي النادي كانت جنات قاعدة بتذاكر، وقربت منها جيلان بنت خالها وياسين صاحبها الجديد، واتكلمت وقالت: بقولك ايه يا جنات، ما تيجي معانا الرحلة اللي طالعينها دي؟ مش هينفع يا جيلان، علشان عندي امتحانات كمان شهر، بس احنا هنقعد اسبوع واحد هناك، وبعدين جيلان باباها مش هيخليها تيجي غير وانتي معاها. علشان خاطري يا جنات بليز. وانا يا جيلان بقولك علشان خاطري ارحميني، كفاية كل يوم باجي معاكي هنا علشان تعرفي تخرجي، وبتعطل عن المذاكرة وانا في تالتة ثانوي. مسك ياسين ايد جنات وقال: طب ولو قلتلك علشان خاطري انا؟ سحبت ايديها منه وقالت:
انت اتجننت؟ ازاي تمد ايدك عليا اصلا؟ هو انت منهم؟ وبعدين انا يدوبك لمست ايدك، مالك مقفلها كده ليه؟ انا مروحة يا جيلان، وبعد كده مش مضطرة اني اجي كل يوم هنا واستحمل رزالة الاشكال اللي انت بتعرفيها دي. وقف ياسين قدامها وقال: وانت مين اصلا عشان تتكلمي كده معانا؟ وقبل ما ترد عليه جه احمد ووقف قدام جنات وقال: عايز ايه يا ياسين؟ جيلان بصت له بحب لانه كان مرتبط بيها قبل ما يشوف جنات. احمد انت هنا؟ وحشتني قوي على فكرة. اتعصب ياسين وقال: اوعى يا احمد، ده موضوع بيني وبين جنات. جنات بحدة؟ مفيش حاجة بيني وبينك اصلا. سمعت؟ اهي قالت لك ابعد بقى عن جنات وملكش دعوة بيها خالص. انت ليه طماع كده؟ ما تخليك في جيلان وسيب لي انا الكتكوتة الصغيرة دي. ومد ايده علشان يمسك دراع جنات، بس احمد كان الاسرع ومسكها ولواها لورا ولكمه بالبوكس في وشه. وقف ياسين وكان عايز يردها له تاني، بس احمد كان الاقوى واتخانق معاه جامد. وجه الامن ووداهم كلهم اوضه مدير الامن بتاع النادي وبلغوا الشرطه. ومن سوء حظ احمد ان معتز باباه وصاحبه وعزت ابو جنى كانوا هناك كلهم وراحوا. دخل معتز وبص لاحمد بعصبيه وقال: ايه اللي انت عملته ده يا احمد؟ كانت جنات وجيلان واقفين هم كمان، وياسين اللي وشه كله كدمات، وعزت وحازم. بص احمد لجنات وقال: زي ما حضرتك شايف. اتملت عيون احمد دموع بعد ما معتز نزل ايده على وشه قدام الكل، وقرب حازم صاحب معتز منه ووقف قدام احمد وقال: انت ايه اللي عملته ده؟ هاسمع منه الاول يا اخي. معتز بص لمدير الامن بتاع النادي وقال: هي مش الشرطه جايه؟ الواد ده يتعاقب على اللي عمله في صاحبه حتى لو هيتقبض عليه. اتكلم حازم بحده وقال: انت بتقول ايه يا معتز؟ لو سمحت اخرج وانا هحل الموضوع. اتكلم معتز بعصبيه وقال: احمد لو ما تعاقبش على اللي عمله ده انا هبلغ عن امن النادي وهوديكم كلكم في داهيه. وبص لياسين وقال: وانت اياك تسيب حقك وخده بالقانون. جنات كانت مركزه على احمد اللي كان هادي جدا بس عيونه اللي كلها دموع بتقول حاجات كتير، وقالت: لو سمحت حضرتك هو ما غلطش. هو عزت مسك ايديها وقال: جنات ملناش دعوه ويلا بينا من هنا. اتكلمت جيلان وقالت: هو اصلا يا جوز عمتي كل ده حصل بسببها هي. اتكلم عزت وقال: ما اسمعش صوتك خالص ويلا قدامي منك ليها. وفي الاستوديو بتاع القناه اللي فيها نانسي كان اياد واقف مع منا وقال: الفون مش مجمع خالص، مش عارف باظ ولا ايه. يعني انت هتغلب يا اياد؟ هات واحد غيره عادي. المشكله ان عليه معلومات مهمه، هو مش اخوك بيدرس هندسه الكترونيات؟ خليه يشوفهولك. طلعت نانسي في الوقت ده ومشيت على طول، واياد ساب منا وراح وراها بسرعه. نانسي نانسي يا بنتي استني، انت رجليك دي ايه؟ قطر؟ نعم يا استاذ اياد، في حاجه؟ يعني اتقابلنا صدفه والله مش عارف اقول ايه. انت عامله ايه؟ طيب اهو اي حاجه وخلاص. ابتسمت نانسي غصب عنها وقالت له: هو حضرتك عايز ايه مني بالظبط؟ يعني كنت الدكتور بتاعي في الجامعه. بس حلو السؤال ده علشان انا ماليش في اللف والدوران. انت مخطوبه ولا لا؟ مين قالك حاجه زي دي؟ وانت بتسال ليه؟ لا ابدا، بس المهم انت اتقابلتي جوه ولا محتاجه واسطه؟ نعم واسطه ايه؟ انا مطلوبه هنا بالاسم وانا اللي لسه هفكر هوافق ولا لا. ايوه يا واثق انت من نفسك. المهم انت ساكنه فين بقى في القاهره؟ بعد اذن حضرتك. مشي التاني واياد قال: والله نيتي خير، بس مادام هتشتغلي هنا يبقى هنتقابل كتير. بصت له نانسي وقالت: ما تحلمش كتير لاني ممكن موافقش. سابته نانسي ومشيت، بس كانت مبتسمة ومبسوطة من اهتمامه بيها اللي أول مرة يحصل معاها. وراح إياد وركب عربيته وفضل يغني ويقول: لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، الحلوة الحلوة عني. منا من وراه: هي مين دي اللي كنت واقف معاها؟ يا ربنا على الفصلان. نعم يا منا، عايزة تعرفي مين دي؟ أخت واحد صاحبي. على العموم امسك الفون بتاعك شحن، وكان باباك بيرن عليك كتير جوه. اياد اخذ الموبايل وكلم معتز اللي زعق فيه اول ما رد على طول: انت فين يا زفت؟ انا مش برن عليك من الصبح، انا مع منا في مشوار كده. هو في ايه؟ طيب ربع ساعه وتكون عندي، انت فاهم ولا لا؟ حاضر يا بابا، مسافه السكه. وراح طلع اخوه مع حازم، ولما رجعوا البيت كان احمد متضايق ومش بيكلم حد. اتكلمت مريم امه وقالت: شفت ابوك يا اياد؟ بقى في حد يعمل كده؟ معلش يا ماما، هو بابا عصبي شوية. المهم أحمد يروح مع عمه حازم عند خالته نيارة. لا ابني ما يسيبنيش، هو مش عند حد غريب يا ماما. وتاني يوم قدام شغل نانسي كان واقف إياد بعربيته ومع أحمد، واتكلم أحمد وقال: أنا عايز أفهم أنت جايبني هنا ليه؟ بصراحة كده أنا محتاج مساعدتك. محتاج مساعدتي أنا في إيه إن شاء الله؟
أنا معجب ببنت شغالة هنا، كانت طالبة عندي من سنتين وخلصت الجامعة ومعرفتش عنها حاجة تاني، بس مش عارف أقولها كده ولا عارف حتى ألاقي حاجة أكلمها بيها. وبما إنك بتاع بنات فأكيد هتعرف تنفعني، بعيد عن إني بتاع بنات بس قشطة. هي البنت دي نوعها إيه؟ بتقبل الكلام ولا قفشة؟ قفشة بس تقيلة تقل وكل كلامها بحدود. يبقى مش هنفعك إذا كان أنا طلعان عيني مع واحدة نفس القطعية. بقى كده يا ابن أبويا هتتخلى عني في أول مرة احتاجلك فيها؟ استنى، هي طالعة اهي. بص أحمد لنانسي وقال لأ جامدة وباين عليها بنت ناس. بص انت ادخل عليها كده وقول لها كل اللي جواك خبط لزق. تفتكر هينفع؟ يا عم انزل وروح وانا هقفلك بره العربية هنا. وفعلا نزل أحمد، وإياد راح لنانسي وقبل ما تركب العربية بتاعتها قرب منها وقال لها نانسي استني لو سمحتي. حضرتك تاني؟ خير، في ايه؟ بصراحة كده نانسي بصت لأحمد وقالت مش معقول، أحمد معتز ده صح؟ أيوة أحمد معتز ده. قبل ما يكمل كلامه سابته نانسي وراحت لأحمد وهي مبسوطة جدا وقالت أحمد أنت ما تعرفش أنا بحبك إزاي، أنا مش مصدقة أني شفتك. بص أحمد لإياد اللي كان متغاظ وقال والله أنا مش عارف أقولك إيه، يعني أنا من أشد المعجبين بيك، أنا وملك أختي كنا بنروح نتابع كل ماتشاتك وكان نفسي أكلمك في النادي، بس أنا ما بروحش هناك كتير ولما بروح مش بلاقيك. ده شرف ليا والله. قرب منهم إياد وقال على فكرة أحمد ده أخويا بجد، طب امسك الفون كده صورني معاه يلا. أحمد وهو كاتم ضحكته من غير فلتر يا إياد أنا مش بحب أتصور بيه. إياد كان متغاظ جدا وقال ماشي أقف بعيد يا نجم. صورهم إياد ونانسي أخدت الصورة وقالت أنا مبسوطة قوي إني شفتك، أنا مذيعة هنا على فكرة واسمي نانسي. اتكلم أحمد وقال وأنا كمان مبسوط إني شفتك واسمك حلو قوي على فكرة، والله أنت راجل بتفهم، همشي أنا بقى وإن شاء الله أشوفك تاني، أنت أحلى حاجة حصلت لي لما جيت هنا. أحمد وهو بيحاول ما يضحكش والله ده كتير عليا وكفاية كده عشان ما يتولعش فيا أنا وإنتي. باي باي يا أحمد. باي. مشيت نانسي وإياد قرب منه وقال وهو متغاظ منه بقى أنا جايبك تعليم نشقطها تقوم أنت اللي شقطها؟ إيه القمر ده يا ابني؟ لا حقك تتجنن عليها بجد. والله ما طلعت منك بفايدة وتلم علشان دي مرات أخوك. يا عمي مش لما تشوفك الأول تبقى تتكلم. وبعد كام يوم وقدام السنتر اللي بتاخد فيه جنات الحصص بتاعتها كانت طالعة مع ساندي وريم صحابها وموبايلها رن برقم غريب، واتكلمت جنات وقالت ألو مين معايا؟ اتكلم أحمد وقال معاكي أحمد وواقف قدامك اهو يا جنات. بصت جنات قدامها في السنتر ولقيت أحمد واقف بعربيته، اتوترت وقالت انت بتعمل ايه هنا؟ عايزة اتكلم معاكي شوية تعالي. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل طبعا. كنت عارف انك هتعملي كده، استحملي بقى اللي هيحصل. نزل أحمد من عربيته وراح لجنات وصحابها، وجنات كانت متوترة جدا. اتكلم أحمد وقال هاي. اتكلمت ريم وقالت أحمد معتز انت بنفسك هنا؟ انا بجد مش مصدقة اني شفتك، ممكن نتصور معك؟ بص احمد لجنات وقال اوكي هتتصوري معنا يا جنات. بصولها صحابها وهم مستغربين ان احمد يعرفها، وهي توترت اكتر وقالت ها لا 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 انا مش بحب اتصور. اتكلمت ساندي وقالت هو انت تعرف جنات يا احمد؟ غريبة يعني. احمد غمز لجنات وقال ده احنا اهل، يعني اهلها واهلي اصدقاء وعشرة عمر ولا ايه يا جنى؟ حتى انا بحب اقول لها جنى مش جنات. اتكلمت ساندي وقالت طب مدام بقى جنى مش بتحب تتصور تاخد هي تصورنا. اتضايقت جنى من طريقة صحابها، واحمد قال ممكن نخليها وقت تاني وهتبقى احلى صورة، بس دلوقتي انا لازم اخد جنى وامشي لان مامتك عايزاكي. بجد ماما عايزاني؟ في ايه وليه ما كلمتنيش؟ طب حصلت حاجة؟ احمد كتم ضحكته وقال مش عارف والله، تعالي بس اوصلك عندها. ومشيت جنى معاه وقالت قبل ما تركب العربية لا أنا مش هركب العربية معاك، أنا هكلم السواق يوصلني. لا ما أنا وزعت السواق، اركبي يا جنى. ثواني أنت أصلا ما تعرفش بابا، ده هو صاحب باباك، أنت بتضحك عليا. أحمد ضحك وقال لا حويطة ونبيها يا أختي، اركبي يا جنى علشان مش هسيب التمرين علشانك وفي الآخر تقولي مش هركب. ما قلتلكش تسيب حاجة وأنا مش هركب بجد، هم أصحابك هيعملوا إيه لو قلتلهم إنك مرتبطة بيا؟ قال وأنا اللي كنت متعاطفة معاك، لو سمحت سيبني أمشي، محتاجة اتكلم معاكي والله، انا مش هأذيكي وانا متأكد انك عارفة كده، مش هينفع اركب معاك العربية مش متعودة على كده. و احمد خلاها ركبت بالعافية وقال تعبتي امي معاكي، ايه العند ده يا شيخة
وقفل الباب وراح ركب جنبها ومشي بسرعة من قدام السنتر. وفي دبي عند أخت جنى التالتة، كانت سما قاعدة بتتفرج على التلفزيون ومعاها محمد جوزها اللي باصص في موبايله. انت بتعمل ايه ولا بتكلم مين؟ مش بعمل اي حاجة، عادي بقلب في الفون. طب على فكرة مامتك كلمتني وبتقولي مش ناوية تخليني ابقى تيتا. فظيعة ماما دي، انت تقول لامك تحل عني، دي خلتني اكلمها فيديو علشان تشوفني لابسه لك ايه. سوري بقى هي مالها؟ معلش يا سما، علشان خاطري تحمليها شويه وانا هبقى اكلمها. طب انا داخله نام، تصبح على خير. محمد قام وراح وراها وقال هتنامي بجد ولا ايه؟ ايوه تعبانه شويه. قرب منها محمد وقال طب خلينا بقى قاعدين مع بعض شويه. اتضايقت سما وبعدت عنه، فتعصب هو وقال هو في ايه يا سما؟ هو انا كل ما اقرب منك تقلبي خلقتك عليا كده؟ يا بنت الناس، هو انت متجوزاني بالعافيه يعني ولا ايه؟ اولا ما تعليش صوتك عليا، ثانيا انا ما حدش يقدر يخصبني على حاجه، ثالثا بقى والمهم مالكش دعوه بقى، لو يا خلقتي ولا فرداها انت مش بيتقالك حاضر على كل حاجه؟ واكلك وشربك وهدومك وكل حاجه بتبقى جاهزه، وفي اي وقت بتكون عايزني بكون جاهزه، يبقى مالكش حاجه تانيه عندي. وقف محمد وقال لا بصراحة كتر خيرك. طلع محمد وسما قالت انت رايح فين طيب؟ عايزة تخيمت برا احسن برضو. وقامت قفلت الباب ونامت على السرير وقالت وهي مبسوطة والله زمان هنام لوحدي على السرير. وبرا قعد محمد متضايق، وبعدين جات له رسالة على الموبايل، ولما فتحها كانت من جايدة زميلته في الشغل، واتكلمت وقالت بتعمل ايه؟ محمد بغيظ ليه الاهتمام ده منك انتي؟ ليه؟ ورد عليها وقال ولا حاجة، كنت بخلص شغل ورايح نام، في حاجة حضرتك؟ لا مفيش حاجة، بس فكرتك قاعد زهقان زيي. رد عليها بإيموشن مبتسم وسكت، وبص لأوضة نومه هو وسما وقال أما نشوف آخرتها معاك يا سما، يانا يانتي. وبعد شوية أحمد كان متعصب جدا وهو سايق العربية وزعق في جنات وقال هو أنا هخطفك؟ ده أنا بقولك هنروح نقعد في كافيه نتكلم الكلمتين اللي كرهتهم من قبل ما أقولهم. لا طبعا مش هروح اي كافيه او حتى النادي، وخصوصا معاك، الناس تقول عليا ايه؟ على اساس ان حد يعرفك غيري انا واهلك؟ معاك حق، بس يعرفوك انت يا نجم، يا بتاع المعجبات الكتير جدا انت. وقف احمد العربيه وسكت شويه وبعدين قال عارفه وانا صغير لما كنت في ثانوي كده كان شكلي وحش قوي، وكنت بحب بنت معايا في نفس سني، وفي يوم بكلمها لقيتها بتقولي ماما قالت لي ما اتكلمش معاك تاني، فبقول لها ليه؟ هي شافت حاجة من اللي بينا؟ قالت لي لا شافت صورتك، اهي امها دي بتفكرني بيكي. ابتسمت جنى وبصت الناحية التانية، واحمد قال ليه بتبصي الناحية التانية؟ ده انا غلبان خليني اشوفها. انت عايز مني ايه؟ وليه انا يعني؟ اول مرة شفتك فيها وانت مع جيلان وهي بتعاملك بطريقة مش كويسة، وفي نفس الوقت انت بتبص لها وخايف عليها مني، فكرتيني بنفسي قوي، بحب ناس وبخاف على ناس اسهل حاجة عندها تكسر بنفسي قدام اي حد، وبس من وقتها وانا عايز كنت باي شكل اقولك انك غلط وهتتعبي كده. لا مش غلط ابدا، ولو ايه اللي حصل انا مستحيل اتغير علشان كلمة من حد، انت مش مكاني برضو. لا انا زيك، وكل واحد عنده حمل على قده يا احمد، بيكون شايف ان مستحيل يكون حد تعبان زيه. هو انت عندك كام سنة على الشخصية دي والكلام ده؟ مش لازم يعني تعرف. 20 سنة؟ وبعدين انت حابة اقولك جنى ولا جنات؟ اولا يعني في ثالثه ثانوي هيكون عندي كام؟ هم 17 سنه وبحب اسم جنى اكتر. ضحك احمد وقال لا اتفضلي انزلي يلا، بطلنا شغل العيال ده من زمان. هانزل بجد؟ يا بنتي بهزر، انا ما صدقت اصلا انك تتكلمي معايا كده، ما قلتليش برضو انت عايز مني ايه. يعني انا عايز نرتبط، ينفع؟ هتيجي تخطبني يعني ولا ايه؟ احمد اتوتر قصاد هدوءها وقال لا يعني نعرف بعض الأول وبعدين نبقى. أنا فهمك كويس، بس للمرة الألف هقولك أنا مش البنت دي اللي ممكن تديك مشاعر وتحب فيك من غير أي علاقة رسمية، أنا ممكن أقبلك في حياتي في حالة واحدة بس، الحقيني بيها أبوس إيدك نبقى أصدقاء، بس بشرط. عارفة أنا طول عمري بتيجي بنات بتطلب مني نرتبط وأنا اللي أقول لأ وخلينا أصحاب، وتيجي عيلة زيك تقولي كده وكمان تتشرط، بس على قلبي، بس على قلبي زي العسل. وإيه الشرط بقى؟ ابتسمت جنى وقالت تنجح في امتحانات الميد ترم بتاعك، هي فاضل عليها أسبوع مش كده؟ أنا أقدر أنجح فيها، بس أنا مش عايز، هما ما يستاهلوش إني أنجح لأنهم كده كده شايفيني فاشل. وبسم الله ما شاء الله عليك، أنت بتثبت لهم كلامك إنك فاشل فعلا، ليه ما تنجحش؟ واللي يقولك فاشل
وقتها تقدر تواجهه وتقوله انك ناجح وتقدر تواجه. اتعدل احمد في قعدته وبصلها وقال مفيش نسخة احتياطية منك اخدها معايا البيت، انا محتاج الكلام ده بجد، انا محتاجك انت بجد معايا. انا قلت لك الشرط بتاعي وانت حر بقى يا ابو الكباتن. تمام، والرد هيجيلك اخر الشهر بعد ما تخلص الامتحانات. بس انت عرفتي منين ميعاد الامتحانات ده؟ انا عرفتها منك. من جيلان، هي مش نفس دفعتك، وانا كنت لازم اقول لخالي علشان يخليها ما تخرجش وتركز في المذاكره. يا بختها بيكي بجد. المهم هوصلك علشان الحق اروح اذاكر. ماشي يا احمد. وفي المركز الرياضي اللي هيفتحه معتز وحازم وعزت ابو البنات، كان معتز واقف وهو متضايق مع حازم، وقرب منهم عزت وقال برغم اني زعلان منك يا معتز، بس بقول الشغل ملهوش دعوه بالزعل اللي بينا، ربنا ما يجيب زعل يا عزت، خير ان شاء الله. بقى يا راجل ابنك يبقى مدافع عن بنتي من واحد كان بيرخم عليها، وابنك راجل اتصرف صح. اتكلم حازم بسخريه وقال هقول له هو يا عم، بس معتز كده من زمان، رد فعله سريع جدا وغبي. خلينا في الشغل طيب دلوقتي. وفضلوا يتكلموا في الشغل، بس معتز كان كل تفكيره في احمد وكلامه اللي قاله اخر مره شافوا فيها. وعند نيره كانت مريم عندها وبتعيط وزعلانه جدا، واتكلمت نيره وقالت ما خلاص بقى صدعتيني، ما انت مش راضيه تريحيني. يا مريم انا ما اقدرش اقول لاحمد امشي من هنا، انت ليه مش عايزه تفهمي؟ قولي له طيب مامتك مش قادره على غيابك ومش بترتاح غير وانت قصادها. حلو قوي الكلام ده، يا ريت تقوله له بنفسك. وقبل ما ترد عليها مريم دخل احمد وكان مبسوط قوي، وقال من غير ما ياخد باله من مريم نيرو تعالي عايز احكي لك على حاجه. وسكت اول ما شاف مريم اللي وقفت وقالت هانت عليك امك يا احمد تعمل بلوك لرقمها، ولا حتى هين عليك تسال عليها وتشوفها عامله ايه. اتكلمت نيره وقالت طب انا هدخل اجهز الغدا تكونوا انتوا اتكلمتوا مع بعض. ودخلت نيره المطبخ، ومريم قربت من احمد وحضنته وقالت وحشتيني يا طويل يا هبل انت. غصب عنه ابتسم على طريقتها وقال وانتي كمان وحشتيني، بس لو انتي جايه ترجعيني البيت فانا اسف، انا مرتاح هنا ومش همشي من هنا. طب ما ترجعش، بس يوم الخميس عمك حازم عازمنا كلنا على العشاء ومعانا شريكهم الجديد في الشغل، تعالى وكفايه بقى زعل. ان شاء الله بعد اذنك علشان عندي مذاكره. سابها ودخل اوضته، ومريم بصت له بحزن وما كانتش عارفه ازاي تخليه صالح باباه. وفي شغل اياد كان قاعد بيشتغل في مكتبه في الجامعه، ودخلت نانسي بعد ما خبطت اسفه لو هزعج حضرتك. لا طبعا ولا ازعاج ولا حاجه، اتفضلي. قعدت نانسي قدامه وقالت هو انا بصراحه كنت جايه في طلب شخصي واتمنى ما تكسفنيش. بس كده ده انا عينيا ليكي والله، مين عايزاه ينجح في الماده بتاعتي هنا؟ نانسي كتمت ضحكتها وقالت لا 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 ما وصلتش لكده خالص، كل الحكايه اني عايز احمد اخوك. وقف اياد وقلبه عصبيه نعم يا اختي عايزه مين؟ ماله احمد في ايه يعني؟ ما انا قدامك اهو دكتور جامعي وبلمح وبعمل كل حاجه، ولا لازم اجيب كره اتنطط بيها زي القرد عشان اعجب؟ ضحكت نانسي غصب عنها وقالت انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا عايزه احمد يطلع معايا في الراديو. هدي اياد وقعد وقلب احراج، كنت وضحي نيتك من الاول، ينفع اللي حصل ده والمشاعر اللي اتفضحت دي؟ حاولت نانسي تداري كسوفها وقالت ما علينا، على العموم انا عايزه حضرتك بقى تخليه يوافق يطلع معايا في البرنامج، بس احمد مش بيحب يطلع في برامج. ما انا عارفه علشان كده جيت لك، انت بقى كلمه عني وقول له بقى كلمتين حلوين. قام اياد ومال على الكرسي اللي هي قاعده عليه وقال بهدوء كلمتين بس، ده انا هقول له كل اللي جوايا. قامت نانسي بسرعه وقالت طب بقى يا ريت حضرتك تكلمه، ولو وافق رقمي لسه عندك مش كده؟ هو ايوه لسه الرقم عندي، بس انا مش هقدر اكلمه. بصي يوم الخميس هبعتلك لوكيشن مكان هيكون فيه هو وماما، ولو كلمتيه قدام ماما مش هيقدر يرفض. اوكي هشوف بابا وارد عليك بعد اذنك. طلعت نانسي واياد بصلها وقال بركاتك يا احمد. وفي دبي عند سما اختهم طلعت من اوضه نومها وحطت الموبايل قدام جوزها وقالت الفون بتاعك اهو، بابا وجنات ونانسي بيسلموا عليك، سمعتك وانتي بتحكي لهم المشكله اللي بينا، يا ترى بقى قالوا لك مين اللي غلطان؟ انا اللي غلطانه وانا اسفه يا عم، بس احنا لسه بقالنا شهر متجوزين والوضع جديد عليا وانا مش واخده عليك. انا بحبك يا سما وعايز حياتي معاكي تكون كلها حلوه من غير مشاكل او نكد. قصدك بقى اني نكديه؟ والله العظيم ما اقصدش. اهدي اقولك على حاجه، انا شفت شات بينك انت وزميلتك في الشغل، يا نهارك مش فايت بتقلبي في موبايلي؟ لا والله العظيم ده هو اللي اتفتح قدامي لوحده. لا والله والمفروض ان انا اصدقك. المهم الهانم بقى شافت ايه؟ شفت انك احسن راجل في الدنيا دي كلها. محمد قام وشالها وقال لا ده احنا بقى نكمل كلامنا جوه.
ده انا ما صدقت تتعدلي معايا. ويوم الخميس في بيت عزت كان قاعد في الصاله وقال بصوت عالي: بقالي ساعه مستنيكم، هو في حد فهمكم ان العريس واقف على الباب؟ ما تخلصوا يا بت منك ليها. طلعت نانسي وقعدت جنبه وقالت: بابا انت مصدق اللي حصل ده؟ يعني دكتور اياد يبقى اخو احمد لعيب السله اللي اتخانق علشان جنى، والاتنين ولاد شريكهم في الشغل. اولا اختك اسمها جنات، مش بحب اسم جنى. ثانيا الصدف بقى، نعمل ايه؟ المهم انا عايزك انت واختك تقعدوا عاقلين. طلعت جنات وقالت: يلا اتاخرنا يلا. اتكلم عزت وقال: يا سلام، هي مين السبب في التاخير ده؟ المهم كلمت اختكوا؟ ايوه كلمناها بعد ما قفلت معاك على طول. واتكلمت جنى وقالت: قال يا مخلف البنات، يا شايل الهم للممات. وبعد شوية وصلوا المطعم وقعدوا كلهم مع بعض، وكان إياد بصص لنانسي ومنة قالت: عارفة يا نانسي، لو كنت استعملت الكريم اللي قلتلك عليه كان زمان بشرتك فتحت شوية. اتضايقت نانسي: اسمحولي يا جماعة أقول لكم حاجة، من سنتين حصلت مشكلة بيني أنا ونانسي في الجامعة، كانت هي الطالبة وأنا الدكتور. المهم من وقتها وأنا عمري ما أعجبت بواحدة غيرها. المشكلة إن بعد الجامعة نانسي اختفت، دورت عليها ومعرفتش اوصل لها لان ما كانش حد يعرفها، لدرجه اني فكرتها عفريته. الكل ضحك واياد بصلها وقال: تتجوزيني؟ اتكلم معتز وقال: انا عن نفسي موافق. واتكلم عزت وقال: وبصراحه انا عارف من الاول وموافق. نانسي اتكسفت وقالت: انا كمان موافقه، بس بشرط احمد يطلع معايا في برنامج الراديو. اتكلم احمد وقال: اعتبريني طلعت، بس خليها بعد الامتحانات علشان ناوي انجح المره دي. وبعد شويه كان احمد واقف بره وراح له بابا وحضن وقال: اوعى تزعل مني او تتكسر، انا اسف. مش زعلان منك يا بابا، ومهما عملت انت ابويا وعمري ما هزعل منك. واتكلم معتز وقال: بس حلوه جنات قوي، عينك ما نزلتش من عليها. طب استعد بقى علشان بعد سنه من دلوقتي اكون اتخرجت وهي كبرت شويه وهتجوزها. مش هتتخرج بس، لا هتكون احسن لاعب كره في مصر، فاهم ولا لا؟ لا من ناحيه دي اطمن. ودخل معتز جوه وراحت له جنى وقالت: واقف لوحدك ليه؟ كويس ان جيتي، انا عايزه اقولك اني بحبك ومستعده اكون احسن واحد في الدنيا علشانك. انا هدخل اشوف بابا بينده عليا. دخلت جنات وجه احمد يدخل شاف منا وهي طالعه متعصبه: منا يا بنت خالتي استني. نعم، عايز ايه؟ عيب قوي تتريقي على لون حد او شكل حد، لان القلوب هي اللي بتحلي صاحبها. ابقي اشربي برسيل جل هيحافظ على السواد اللي جواكي، عارف انك مش هتقدري تعيشي من غيره. اتضايقت منا ومشيت، واحمد دخل وكان الكل مبسوط وفرحان. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.